أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون إلى هجمات عشوائية من الجانب الإسرائيلي. وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التصعيد في غزة، طالب المندوب الروسي بوقف العنف في غزة، محذرا من أن النزاع في غزة قد يؤدي إلى ابتلاع المنطقة، ومشددا على أن هناك مخاوف من اتساع نطاقه.